السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلاب، واليوم راح يصير المواضيع عن يعني صف السادس ابتدائي اللغة الإنجليزية. نظرا لمنهجهم جدا صعب، منهجهم به تشعبات كلش هواي، ولحد الآن ما جت تعليمات وما اجت أي دورات، ويعني راح تقريبا راح يعني نوصل إلى نص السنة وكل شيء ماكو تعليمات، ماكو دورات، ماكو أي شيء يدل. ولهذا راح نشرح، نحاول إضافة إلى الشرح في المدرسة راح نسوي لهم شرح على الإنترنت على الصفحة الخاصة لمدرستنا. آسف، نحاول نقرب لهم أو نبسط لهم الفكرة حتى أولياء الأمور يعرفون شلون يدرسون أبنائهم الأعزاء. راح نبدي آسف مريض اليوم. راح نبدأ من الفصل الثاني، لأن أغلب المدارس هسه واصلين الفصل الثاني. فعلى العموم بالفصل الثاني هنا عندنا مجموعة من الملابس، عندنا هنا مجموعة من الملابس مثل ما قاعد تشوفوها. المطلوب من عندهم طالب شو مطلوب؟ أن يحفظ الأسماء مالتهم. فنجي هسه نقرأ لكم الأسماء مالتهم. يعني عندنا لاز جاك. بالنسبة لكلمة جاك هي نفسها احنا نستعملها جاك، يعني جيج مال مي، جيج مال بنزين، هو نفسه جيج جيج، يعني لا يحتاج طالب زين تعالي احكي بالفصحى، ما يحتاج احكي بالفصحى. الطالب ما دام يعرف، واحنا الهدف الاساسي من اللغه الانجليزيه انه يعرف الطالب معنى الكلمه. هسه ما دام يعرفها خلاص مو الا اشرح اياها بالفصحى. لكن احنا اللي عندنا شنو؟ عندنا كلمه جلاس هنا تجي بمعنى زجاجي، وهنا تجي صفه معناها جيج زجاجي. طيب وين جيج زجاجي هذا؟ على هذا واحد. نجي الى الكلمة الثانية اللي هي وودن، خشبية، سبون، ملعقة. ملعقة خشبية. طيب وهي هذه الملعقة الخشبية. بعد ايش عندنا؟ عندنا لذا بوت. لذا معناها جلد، بوت اللي هو الحذاء، معناها يتكلم عن حذاء جلد. وين الحذاء الجلد؟ نعم هذا هو الحذاء الجلد. اوكي ايش عندنا بعد؟ عندنا هنا ميتا، اوكي سوري، اوكي ميتا سوسبان، او مثل ما يقولون اخواتنا المصريين السيسبان. اوكي ميتا سوسبان اللي هي الوعاء او الجدريه المعدنيه. نعم هذه. بعد ايش عندنا؟ عندنا ربا مطاطي، رين مطر، بوت حذاء مطر مطاطي اللي هو يتكلم عن هذا اكيد. وراها ولن صوفي، سويتا بلوز من الصوف، البلوز الصوفي. اوكي البلوز الصوفي اللي هو هذا البلوز الصوفي مثل ما قاعد تشوفوه قدامكم. نعم هذا. وراء عندنا كوتن تي شيرت. كوتن هو نفسه من اسمه كوتن، يعني قطن. تيشيرت ايضا تيشيرت، يعني هاي حاله نفسها كلها نعرف التيشيرت القطني. نعم وين التيشيرت القطني؟ اسف قريته غلط، هذا التيشيرت القطني، اما هذا السويتر. اوكي طلابنا عندنا داينم، دينم جينز. دينم احنا نصيح له كوباي، اللي احنا معروف عندنا كوباي. بالمناسبة كوباي معناها رعاة بقر، لان كانت بالافلام الاجنبية رعاة البقر يلتدون هذه الانواع من الاقمشة فيصيحوا له كوباي. فاحنا مشت عندنا البنطلون الكوباي، جينز بنطلون، البنطلونات الكوباي، وهي هذه البنطلونات الكوباي المعروفة. طيب هنا هسا المطلوب من عندنا شنو؟ هذه الكلمات نحفظها املاء او ما نحفظها املاء؟ لا بالمناسبة طلابنا الاعزاء انه هاي كلمات ما تحفظوهن املاء، لكن تحفظوهن كمعنى. طيب شلون تجينا هذه؟ يعني انت هسه راح تعلم ابنك هذا، شلون راح يجيك هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يجيك بالطريقة التالية. مثلا I have فراغ بوت. كمثال I have فراغ بوت. هذا الفراغ ايش راح تخلي بيه؟ راح يجيك اختيارات ربا، يجيك وولن، او يجيك ميتال.
اريدكم تركزون على ابناء اولياء ابنائكم على هذا الشيء. هنا عندك بوت معناه حذاء، يعني شلون راح يجيك هذا الحذاء؟ ربر مطاطي وولن يعني صوفي، لو يجيك ميتال معدني. طيب مثال اخر، مثلا الشيء القلم ما يشتغل، شي باوت، آسف، شي gets okay. She gets for all jeans. طيب هنا أنا she gets for all jeans، ايش راح نخلي لها؟ هل نخلي لها مثلا خيارات ربر مطاطي وولن صوفي او هنا اكيد راح نخلي لها ديمون، اعتذر على هاي الرسائل اللي قاعد تجي، وجد كهرباء هسه، فراح نخلي لها ديمن. على العموم لازم تقرون ابنائكم بهاي الطريقه، او احتمال يجيبوها بطريقه التوصيل. يعني شلون طريقه التوصيل؟ يعني بالامتحان راح يجيبوا لهم قائمتين، قائمه اي والقائمه بي، ويخلوا الكلاس هنا مثلا ولذا هنا، وبالقائمه بي يجيبون مثلا كلمه بود وكلمة جاك، ويقول للطلاب الطلاب الأعزاء وصلوا، فأنت لازم توصل القائمة ويا القائمة بالكلمة المناسبة لها. هذا بالنسبة لهذا التمرين. جوها عندنا موضوع أيضا، هذا الموضوع عندما يذكر يجب أن نراعي سينجلر المفرد والبلورال الجمع. شلون يعني سينجلر والبلورال الجمع والمفرد؟ هنا نعم يقول، فلازم تعرفون أعزائنا أولياء الأمور والتلاميذ الأعزاء، إحنا عندنا شغلتين أساسيات، اللي هي الأول شغلة اللي هي there is، there is هاي there is إيش وراها؟ مفرد، فخليها في بالكم إن يجي وراها مفرد. أما there are يجي وراها الجمع. شلون اعرف الجمع؟ اكيد راح تلقون بي اس الجمع، فهنا الذير از يجي وراها مفرد والذير ار يجي وراها الجمع. طيب يعني مثلا عندنا ذير از، فراغ، ذير از فراغ كارز، لو اكار اكيد انتم راح تختارون المفرد اللي هي اكار. طيب مش على ذني الكلمات، يعني مثلا شي ذير او تجي غير طريقة. شلون يعني غير طريقة؟ يعني ذير فور جلاس تشيك. طيب هنا راح نخلي الاز لو ار، احنا قلنا الاز تجي مع المفرد والار تجي مع الجمع، وطالما انه هاي الكلمة مفرد راح نخلي لها الاز. هاي اللي يريدكم تركزون عليها أعزائنا أولياء الأمور. طيب بالنسبة لهذا الموضوع مالتنا، أيضا هنا عندنا تمرين. شنو هاي التمرين؟ عندنا هنا مجموعة من الكلمات، عندنا ميتال مثل ما قلنا عليها، معدني، لذر، جلدي، غلاس، زجاجي، ربا، مطاطي، دنم، بعض الأساتذة يصيحوا لها دينايم، أسد دنم دينايم. المهم مثل ما قلنا معناها الكوباي، وود، وود خشبي، اند كوتون اللي هو القطني. طيب هنا ايش مطلوب من عندنا؟ مطلوب من عندنا ناخذ ذني الكلمات ونرتبهن حسب مكانه. يعني هنا عندنا الصوفا، صوفا معناها قنفه، هل هذه القنفه هي ميتال، معدنيه، لذر، جلديه، غلاس، زجاجيه، ربر الى اخره؟ هاي تكون حسب الطالب، واعتقد انه هي مبينات طالما احنا شرحناها، يبقى الطالب وين ما يخليها
حسب رغبته، راح يقول شلون حسب رغبته، يعني ما يصير هنا حسب رغبته، لا يصير يعني حسب رغبته. لازم هنا الطالب يعتمد على نفسه، يعني مثلا هنا عندنا هاي ربر مطاطية، الحذاء تكون مطاطية تكون قماشية. على العموم بكل الأحوال احنا عندنا تسجيل نسمع على الطالب. فنجي هسه المن عندنا هذا مو كلش مهم. طيب بنفس الموضوع احنا شرحنا مثل ما قلنا لكم طلابنا الأعزاء، احنا عندنا there is، there is اللي تجي مع المفرد، العفو is تجي مع المفرد، والار التي تأتي مع الجمع. على العموم هنا عندنا بعض الكلمات، نايف سكين فوك شوكة سبون ملعقة شوز حذاء gloves قفازات dress اللي هو فستان، عندنا pencil case اللي هو حافظة أقلام، bands نصيح له تجيش فلوس، على العموم bottle جاكيت اللي هي السترة. طيب ذني شلون راح نشتغل هن، شلون راح نتعامل بيهم؟ هنا أنا فقط هاي الأسماء ما مطلوبة من الطالب أن يحفظهن إملاء، مطلوبات أن يحفظهن إملاء، احتمال تجي على شكل إملاء، الصور تجي بهاي الطريقة. نجي هنا أنا. هنا عندنا موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا اللي هي شنو هذا الموضوع؟ ترتيب الصفات، ترتيب الصفات. هنا بهذا الموضوع أخذنا صفات هواي، شنو هاي الصفات؟ احنا عندنا there is مثل ما سولفنا قبل شوية، there is تأتي مع المفرد والthere are تأتي مع الجمع. اوكي دائما ورا there is إذا عندنا عدة صفات تيجي وراها اللون، تيجي وراها اللون. عندنا black أسود، black أسود، blue معناها أزرق، green أخضر، brown بني، orange برتقالي، ريد احمر، وايت ابيض. هذين الالوان يجب ان تاتي بعد الاز والام، بعد الاز والار. وراها اذا جاب لنا بعد يعني صفات اخرى لازم نخلي ادجكتيف الصفه، لازم نخلي ادجكتيف الصفه. الصفه شنو؟ مثل ما قلنا ليذر جلدي، جلاس زجاجي، دنم اللي هي قلنا كوباي، وود خشبي، وولن صوفي، كوتن قطني، ميتال معدني. زين بعد هاي راح نخلي الاسم، لكن انتبهوا عليه طلابنا الاعزاء، اذا جاب لنا حجم اللي هي بيج وسمول هنا راح يصير مكانها قبل اللون. طيب شلون يجينا السؤال؟ يعني هذا الموضوع من يردون يجيبوه، شلون يجيبوه؟ هذا الموضوع يجيبوه بطريقه الاوردر، طريقه الترتيب. يعني شلون طريقه الترتيب؟ مثلا she لازم نركز على there are، there are فرا، مو فرا وإنما راح يفتح قوس يقول لك green car ميتال. ويقول لي هنا يقول لي اوردر رتبها، احنا نعرف ان الار يجي وراها اللون، اذا هاي يصير وراها، نخلي هاي الجرين ورا الار، وراها يجينا الصفه اللي هي الميتال معدنيه وراها، وبالاخير هنا ميتال، وبالاخير راح نخلي كار السياره. طيب احتمال هسه نخلي اسوء الاحتمالات انه هذا الموضوع راح يجيب لنا راح يجيب لنا عليه مثلا اربع صفات. فنيجي مثلا يرقي لي رتب دريس بيك ريد دنم. يقول لي هنا order يعني رتب لنا اياها. طيب راح نرتب لك اياها وبيك خير وتدلل. ايش راح نسوي؟ اول شيء قلنا نخلي بالبدايه الحجم اللي هو big، هذا يصير بالبدايه، ورا الحجم راح يجينا اللون، وورا اللون يجينا النوع، وبعد النوع راح يجينا الاسم، هو اخر شيء راح يبقى الاسم الفستان. طيب هذا موجود عندنا بالفصل الثاني الدرس الأول.
ولهذا احنا نقول مادة جدا صعبة صارت للطلاب، لان هاي المواضيع كلها موجودة يجب ان يدرسها الطالب في الدرس الاول فقط. وان شاء الله كل يومية راح ننزل لكم درس، وارجو مشاركة هذا الفيديو حتى ينتشر للطلاب. الطلاب اللي ما عندهم انترنت يا ريت يتحملون هذا الفيديو وترسلوا لهم اياه عن طريق موبايل او شيء، او تكتبوها على شكل ملاحظات تعطيهم اياه، لان الطلاب هاي السنة هواي محتاجين، وخاصة بعد ما لغوا المعدلات. واهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء، ومع السلامة.